أكدت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين التزامها بقرار شؤون الطيران المدني بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بمن فيهم القادمون إلى المملكة بشكل مؤقت والذين لن تكون البحرين وجهتهم النهائية، حيث أن الرحلات ستقتصر على المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة في مملكة البحرين الذين يتطلب منهم إبراز شهادة PCR معتمدة لفحص تم إجراؤه خلال 48 ساعة من موعد المغادرة. أفاد طيران الخليج بأن على جميع مسافريها غير المتطعمين الذين يصلون إلى مملكة البحرين كوجهتهم النهائية إبراز ما يثبت محل إقامتهم في المملكة قبل صعودهم الطائرة، حيث سيخضع هؤلاء المسافرون للحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام. أكدت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أنها تواصل العمل على كثب مع الجهات المعنية في المملكة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وأمن وسلامة مسافريها وأفراد طاقمها.